Hello, everyone! How are you? Great! How are you? Great! Welcome, great one. Today you are gonna take Connect Plus. هناخد النهارده يا شباب grammar. هناخد النهارده grammar. عندنا قاعدة جميلة واحنا بس نراجع بقى على الحاجات اللي فاتتنا كده بسرعة واشوف الشاطرين لسه مركزين وفاكرين حاجاتنا اللي اخدناها قبل كده ولا نو ولا نو ستوب يس يلا بينا Are you ready? Yes Are you ready? Yes Yes يس اسرع شوية قال لي Are you ready? Yes Yes Are you ready? Yes Yes I'm ready Are you ready? Pronouns ضمير الفاعل انا اي انا اي نحن وي انت انت انتم يو يو اكسلنت هم ذي ايه ده في حد ما طلعش لسانه طلع لساني هنا ليه هم يعني they هم يعني they عمر هو he هي she هو او هي لغير العاقل سريعة يا هو او هي لغير العاقل طب تيجي نقول ارسم قلب وضحك على شبابيك فاكرين القاعدة دي بتاعت ايه؟ أنا أقولها؟ لما أجي أقول يلا نغني أقول ايه؟ Raise your hand. Excellent ياسين stand up. Stand up. Okay. Let's sing. Let's sing. Excellent. Clap for ياسين. I'm so sorry. Clap for يايا. حبيب قلبي ستوب روح الحمام اتفضل بعدين في ايه هروح الحمام دي ستوب اقف مكانك اتفضل يا يوسف بقول ايه باثروم ماي اي جو تو ذا باثروم محدش رايح الحمام هنا غير لما اقول كده ماي اي جو تو ذا باثروم ماي اي جو تو ذا باثروم جاي لما حد يروح الحمام يجري بسرعه بس الاول وبعدين تبقى تعالى تعلمك May I go to the bathroom? May I go to the bathroom? ما تشي يقول لي بعد كده عايز اروح الحمام دي بالعربي ولا في البيت ولا في الهيت ولا في المي اي حد عايز يروح الحمام يقول May I go to the bathroom? May I go to the bathroom? Okay. طيب يلا نكمل قلنا ارسم قلب وضحك على الشبابيك راجع معايا وافتكر خدنا يمتلك فيرب يمتلك نسيته يا سنه اولى have excellent سجد ذهبي احلى سقفة جميل هاف يمتلك في حاجة تانية هاز برضو يعني يمتلك معقول يس طب ليه هاف يمتلك وهاز يمتلك عشان دي بتحب تيجي بقى نفتكر وخلاص انا اللي جوه قلبي مع الاس بحبه ولا لا جوه قلبي يبقى مين بيحب الاس؟ حبيبي ستوب ستوب هنبدا مع بعض ريت مي سيك انا افكرك الاول انا عارف ان انت حافظ طب قول انت مره الاول وبعدين اقول يلا يلا عشان نقول لكل الناس تعرفهم القاعده بتقول ازاي ها يبقى عرفنا اللي بيحبوا الاس يلا نشوفهم كده هي شي حد يعرف الاسم المفرد اسمه ايه انجلش حد يعرف يقول لي بقوله ازاي اسم مفرد سينجل الله 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 ستاند اب
ساجا قالت لي الاسم المفرد اسمه ايه؟ سينجلر ناون. سينجلر ناون. معاذ الاسم المفرد سينجلر ناون. سنة أولى يا جماعة عندنا ها سنة أولى عندنا برايمري 1 يلا بينا يا سوسو. سينجلر ناون. سينجلر ناون. جوش سينجلر ناون. عرفت الاسم المفرد سينجلر ناون؟ أسقوف singular noun. يا جمالهم يا جمالهم. he she it singular noun اللي هو الاسم المفرد هقوله بس بالعربي عشان حاجة واحدة عشان الأغنية. لكن احنا عارفينه الانجليش اسمه singular noun. he she it المفرد طلع خمسة بره القلب ما بحبوش الاس دول انا حبة الاس اخويا. يلا بينا نشوف مين اللي بيحب بس ما تديهم لي واحدة واحدة كده. انا لسه بقول قولهم لي واحدة واحدة عشان I'm a baby I'm still a baby. We You They الجمع اسمه singular noun الاسم المفرد plural noun الاسم الجمع plural noun الاسم الجمع. يلا يا صديقي I we you they والجمع مش بيحبوا الاس. يلا بينا بنقول اغنيتنا بسرعة I we you they والجمع ايوه حلو يا جميل. طب ما تيجي نشوف بقى بسرعة كده اسألك وافكرك I have or has one brother. يلا شباب بفكر ازاي ابص على مين اول حاجه يا ياسين. I اشوف ايه اقول ايه have excellent why يا قلب ليه ها عشان ايه I الجمع مش بيحبوا الاس او مش بيحبوا الاس have has مين اللي فيها اس؟ has بتيجي مع اللي بيحبوا الاس. اي ما بتحبش الاس واخدين لها. I have one brother انا امتلك اخ واحد. excellent she مش معقول على فكره ان حد هيخبط وعارف ان احنا شغالين نسيت. she have or has مش عارف اقرا الكلمه دي خالص. اسيل اسلام هتقراها لي وتفهمها لي احسن انا لسه بيج. She has a curly hair. فين ادي؟ قدامني. She has ايه؟ has curly hair. curly yes. طب انت قلتي اسكوزا curly ليه عملتيها كده؟ عشان في ايه؟ عشان في you are. ايه ده؟ you are دي بتعمل ايه؟ معروف بطة بطوطة عارفاهم كلهم؟ مين هم كده عرفيهم؟ اي ار اي ار يو ار بيعملوا لي ايه اسقوس؟ يس يبقى اقول كيرلي هير زي القمر دي ما قال. طب اخترتي شي هاف اور شي هاز؟ بلاش يا ياسين الحركه دي. شي هاز اكسلنت واي شي هاز؟ عشان هي فيها اس وهي اسيل اسلام هيك اتلفر. رجعت هاف وهاز والدنيا بيس قشطه جدا. Let's remember another thing. تعالى نفتكر حاجه كمان. من goodbye I we you they والجمع goodbye he she it والمفرد goodbye have and has. Let's move to talk about his and her. Do you remember? عندنا صفات الملكية قلت لك his أو her. إيه ده؟ هي اسمها her ولا her ولا إيه بالظبط؟ حد يعرف؟ stop please don't tell. اتفضلي يا روفان stand up وفهميني بقول هنا إيه؟ his الله ليه بقول his؟ I what's the sound of short I? E so his excellent. طب هنا مين هيقول لي thank you clap for Ruben Marwan. طب
يلا بينا يا حبيب قلبي عمر مبروك. ستاند اب صديقي هنا. ريد هير هير. واي واي ديد يو سي هير؟ عشان لقيت الاي هنا والاي اي بس بتاع. اي بس انت قلت هير عشان وهنا لقيت اي ار واي ار اي ار من اخوات البطل. هما مين يا صديق؟ اي ار اي ار يو ار. بيعملوا ايه يا حب؟ بيطلع بيعملوا البزبط. بزبط. طيب انا اقول ايه هنا يا صديق؟ هير هير هير. الله عليك عمر مبروك. ينفع هيز او هير يجوا لوحدهم كده ماشيين كده؟ لازم يلزق فيهم اسم. لازم يلزق فيهم اسم. والاسم ده لما اقول هيز اسمه هيبقى ملكه. لما اقول هيز كار عربيته. هيز فادر ابوه. هيز بوك كتابه. طب الحق تعالى هير. ينفع هير دي تيجي تمشي لوحدها كده؟ لا. امال ايه؟ لازم يلزق فيها اسم. لازم يلزق فيها اسم. طب بس هيبقى الاسم ده ملكه ولا ملكها؟ ملكها. يعني انا قلت his name اسمه. طب her name اسمها. her bag اسمها. her pencil الرصاص. طب الحق لو انا قلت الكلمه دي raise your hand before you read. اتفضل يا اياد عبد الله فرج الله. طب على بعضيها اخويا. her think about it. فكر. مرنا هانم. كل الناس sit down. نزل ايدك يا يوسف. مرنا هانم stand up. اتفضلي يا هانم هتقولي ايه هنا؟ الاي ار هتعمل ايه يا مرنوناس؟ يقول لي بوز البط. نو نو نو. اياد انا. اياد انت يس حبيبي. دا اي نو نوت اي. اي اي هتعمل ايه يا سوفا؟ بيخلي النص الايجن. هتعمل اللتر اي زي اسمها. فاكرين انا قلت لك قبل كده اي اي بتروح قايله لي اي اي بتقول لي ايه؟ ايه تعملي لونج اي. يبقى اقول ايه هنا؟ هير. لكن هنا الاي ار بتعمل بص بط. بص كده انطق معايا هير. هير يا مهاب. يعني اسمها. يبقى هز هير. رجعنا عليها. بص يا صديق 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 look at the board. ركز معايا كده وصحصح. I have or has. have yes. a sister. مين يا شباب يقرا لي؟ اتفضل يا محمد حمد. I have a sister. أراها من غير لينكين. Thank you. Clap for محمد حمدي. أنتوا سيستم. مين يقراها لي بلينكين؟ أنا. اتفضلي يا ساجا. ها بدل ما أقول I have بشيل ال H أقول I have. ها. I have. طب ما نوصل ده بقى. I have a sister. طب عايز أوصل البه في الأهيب أقول I have بقى. I have. الله again. I have a sister. I have a sister. Excellent. Clap for Saja Hani Milkoli. Thank you. Sit down. شباب مين يقرا لي تاني باللينكين؟ أنا. علي باشا علام stand up. Read. I have a sister. مش احنا اتفقنا لما نشيل ال H هطول ولا اقول I have. I have a sister. Speak up, Alison. I have a sister. I have a sister. Did you
listen to this accent. الولد ده جامد قوي. كلاب فور علي علام. يلا صديقي. I'm a sister. بص 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 بص. Space. Name is لميا. بص الأول بتاعت لميا لازم تكون كابيتال. Why? قبل ما اديك الاختيارات هحط هنا ايه؟ ما ينفعش اقول من غير ما استاذن. Raise your hand, sit down. اللي هيقوم من مكانه مش هيجاوب خالص طول الحصه ومش هيبقى ليه اسم معايا في الجواز. اوكي؟ اللي هيجاوب من غير ما يرفع ايده لازم raise your hand في اتفاق. يبقى هنا her name is لميا لان دي sister ولميا يبقى لازم اخد دي. طيب she has or have? Yes, she has one brother. عندها ايه؟ اخ واحد. Yes. Space name is حازم. ليه ال H بتاعت حازم capital؟ يلا بينا. She has one brother. الأول بس كده أفكرك بحاجة سريعة. نزل إيدك. She has. ها اقرا. Read. She has. Excellent. جميل. Has قايلين في have or has. لو أنا حبيت أعمل linking وأشيل ال H وأثر دي وأقول إيه؟ She. حد يقول لي قبل ما أقول؟ She. قول يا عمور. She has. No. قلت الها. إيه؟ She's. She's. No. She's مع she is أو she's أو بالأبوستروف. الشاطر اللي هيفتكر. إيه؟ شلت دي وقول she. بص. She's. No. She yes. أفكرك بيها. She yes. أوكي. طب يلا. I'm so sorry يا يوسف. She has. يلا علمها لك تاني يا حبيب. ها. She has. صح جدا. اعمل لينكينج واشيل ال H اقصر ال A واقول يا. She has. يلا بينا يا حبيب. She has. She has A. فين جي؟ فين جي؟ رحت فين اختي؟ اهي. She has one brother. يلا قولها كده. She has one brother. She has one brother. عندها اخ واحد. Name is حازم. اتفضل يا هوي يا هوي. جوش. Next. اتفضل. What's your name? What's your name? جوجي. لوجي. ما انا بقول لك يا جوجي بدلعك اهو. يلا جوش. His name is حازم or her name is حازم؟ بص حازم ده مذكر ولا مؤنث؟ Yes, male. يبقى اقول his or her. محمد يحيى. His name. His name. His name is حازم. اسمه حازم. Thank you. Sit down. Sit down. يلا حبيب قلبي يا ترى النهارده بقى هاخد ايه؟ افتكرنا الحاجات اللي فاتت وصحصحنا وعملنا الهد والمد. طب تعالى كده فكرني كده. To ask about name. What did you say? What's your name? What's your name? What's your name? To ask about name. What did you say? بص يا صديقي. You remember. قلنا نقول what is your name. Question mark عشان سؤال. قلنا لما اجي اختصر what is اختصرها ازاي؟ what. اشيل الاربع حط apostrophe. Excellent. يبقى اقول what's your name. ها. What's your name. اتفقنا سهو يا. What's your name. يبقى اقول what's your name. ها. What's your name? What's your name? أجاوب أقول I am or I am or excellent. What's your name? What's your name? I'm Ruben. What's your name? I'm Muaz. What's your name? I'm okay. Ask me about my name. What's your name? I'm Mr. Ibrahim. Hello, guys. Hello, sir. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you.
واو جمال هو. What's your name? I'm plus name. I am. يا سيدي. To ask about A. What are you? جمال هو. How old are you? الواي تبقى كابيتال كده
الناس اللي ما بتعملش الواي كابيتال صح، بعمل لتر في وانزل منه لاين كده عشان ما حدش يعمل لي بقى كده وكده. دي هي الكابيتال. يس اهي الصند شورت ايه؟ يبقى يس ولا يس؟ يس. اوعى تنسى يس او نو لازم كم. يس او نو لازم كم. طول حياتي لازقه فيها يس او نو لازم كم. يس كم على السطر. طيب يس تجاوب تقول يس ايه؟ يس اي دو. بص كده يس اي دو. يس اي دو بالاي دي يعني انا. طالما جت اي لوحدها يعني انا لازم تكون كابيتال، استحاله تتحط سمول ما ينفع. في قلنا الشروط ايه في يس؟ الواي كابيتال، بعد يس احط كوما واحط في الاخر فول ستوب نقطه، لان دي جمله مش سؤال والاي كابيتال عشان معناها انا. لما قلت يو هاف ا براذر، لو انت عندك فعلا اخ تقول لي يس اي دو. ها؟ يس اي دو. هاف ا براذر؟ يس اي دو. عايز اسمع يس اي دو باللينك يس اي دو. Excellent. Yes. Yes, I do. Do you have a brother? Yes, I do. Yes, I do. Do you have a brother? Yes, I do. جميل. برضو نفس السؤال. لو أقول لك هل عندك أخت ولا؟ Do you have a sister? Yes, I do. يلا اسألها حلو. Do you have a sister? Do you have a sister? أقولها بطريقتنا بقى. Do you have a sister? Do you have a sister? Do you have a sister? Yes, I do. فين طريقتي؟ الواي كابيتال بتاعت يس بعد يا كاما الاي لازم كابيتال دو في الاخر فول ستوب. يبقى جاب برادر يس اي دو، جاب سيستر يس اي دو. طب افرض قال لي جاب برادر هل عندك اخ؟ وانا ما كانش عندي اخ اقول له نو. بص يا صديقي بقى نو. لا listen to me بقى وركز عشان اقول لك شروط جمله نو. الان كابيتال لان اول حرف في الجمله لازم يكون كابيتال. انا قلت يس او نو لازم بعديهم ايه؟ يلا بينا نو. اي لازم تكون كابيتال. متفقين؟ اي يعني انا لازم كابيتال. نو اي بس اللي اوله نو اخره نو. يبقى اسمع نو. بقول نو اور نو؟ اسمع الاكسنت الحلو. نو اي دونت. بقولها ازاي بقى؟ نو اي دونت. بص اقول نو اي دونت. بص كاني بقول واي. حرف الواي يا ميزو ميزو ركز حبيبي. نو واي دونت. نو واي دونت. محمد يحيى محمد يحيى تهدى شويه. يس اي دو. يس اي دو. يلا خلاص. ها يس اي دو. يس اي دو. نو واي دونت. نو واي دونت. اكسلنت. يبقى بجاوب يس اي دو او نو واي دونت. قمر يا حبيبي قمر 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 ثانك يو سو ماتش. يلا حبيب قلبي ركز معايا كده. لما اقول لك do you have a brother؟ do you have a brother؟ هل عندك اخ؟ وعايز اقول لك وتقول لي yes I do، عايز اقول لك اسمه ايه؟ ما هتقول لي ايه؟ what is his name؟ what is his name؟ ما اسمه؟ واختصرها ازاي؟ apostrophe. بقول لك ايه؟ what's his name؟ what's his name؟ الحق افرض حد عايز يعمل لينكينج يشيل ال H دي ويقول لي what's his name؟ what's his name؟ طب اجي اجاوب اقول ايه؟ اشيل دي واحط دول بس دي بالكابيتال. his name اسمه اوعى تنسى دي. his name is واقول اسمه. his name is Adam. his name is Adam. طب ما تيجي نقول ما اسمها؟ مين شاطر يقولها لي؟ what؟ مين ما جاوبش واساله بقى؟ اتفضل يا نور. ها؟ وات؟ وات؟ الاول اكمل اهو السؤال. وات؟ از؟ ما انا بقول اسمها. ما انت قلت صح الاول. وات از هير نيم؟ اهو. وات از هير نيم؟ طب اختصريها لي. اشيل الاي واحط؟ احط ايه لما اشيل الاي؟ ابوستروفي. يلا بينا ايه باسمها ايه؟ بدل وات از باسمها واتس. وهنا واتس هير نيم؟ ما اسمها؟ طب لو عايز اشيل الاتش دي اقول واتس
third? What's your name? Allah, look at them and say, بصي كده قول لهم what's your name? What's your name? What's her name? Excellent. Clap for Noor. What's her name? ما اسمها. طب لما اجي اجاوب على what's her name ما اسمها دي اشيل دي واجيب her name بس دي بالكابيتال عشان اول الجمله. Her name اسمها is. Her name is. تاليا. تاليا. يس اهو اسال على القمر اللي هناك ده كده واقول what's her name هتجاوبوا كلكم تقولوا ايه؟ Her name is Talia. Her name is Talia. يلا يا شباب يلا يا شباب. What's her name? Her name is Talia. Excellent. طب هسأل على الولد يحيى القمر ده. What's his name? Her name is his. His. اوعى. What's his name? What's his name? His name is. يحيى. طب هسأل على البنت الجوجة القمر اللي هناك دي جانا. ها هقول what's his name؟ no. ولا what's her name؟ what's her name؟ يلا نقول what's her name؟ what's her name؟ what's her name؟ يلا هتجاوبوا تقولوا ايه؟ her name. Her name is جانا. طب هسأل على الواد اياد القمر واقول what's his name or what's her name؟ what's his name؟ طب هتجاوب تقول ايه؟ his name is اياد. His name is إياد. يبقى احنا عرفنا كده كل الدرس النهارده ومش ناقصنا أي حاجة وغير إن احنا نقرأ كلماتنا الجديدة علشان نقول في الآخر one way finish. We always say goodbye.